صباح النور حبيباتي، كديرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير وسلامه. يا ربي تكون يلقاك شو على شتو هذا الفيديو، تكونوا دائما دائما نشيطين وفرحين وفرحانين باش تبقى ديروا لي الكومونتير وتكملوا لي في ان شاء الله، ديروا لي في باش يطلعوا لي في بزاف. كنتمنى ان شاء الله تشاركوا معايا وتدعموني ونكون في المستوى اللي كان على لي فيديوهات اللي كنصيب ان شاء الله. يا ربي ما نكونش ريح الشمنه. ندير لكم اليوم راني غاده في الطريق، يعني هذه راه الطريق ديال بوسكوره كما كتشوفوا الغابه. منظر جميل جدا 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 ومتعه في المشيه بحال هكذا. كيكون السحاب نحمقنا على السفر في كيكون الشتاء، السحاب هكذا كيجي منظر رائع ولا في الاحلام. اولا قبل ما ندوز للكماله ديال الفيديو، مرحبا بكم عندي في القناه ديالي مونت صالحه، ومرحبا بيا عندكم، وان شاء الله نكون في حسن الظن ديالكم، وما نكونش تقولوا لي هادشي راه كيف والو. لا بغيتكم في الكومونتير تكتبوا لي هادشي زوين حتى حنا كيعجبنا. وقلت انا علاش من هاد المناظر هكذا ما ندخلش عليكم به، تشوفوا نتوما المناظر خلابه وعراضي مراحه للنفس، راحه للنفس. والله انسان كما لقى مناظر بحال هكذا يخرج لعنده ويشوفها ان شاء الله متعه 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 والله. اليوم راني نطلع نبات عند مرت خويا ونتغدى عندها ان شاء الله غدوه ان شاء الله، ونبات وغدا نرجع بحالي. المهم الانسان كيفوج الحمد لله، كتلقى بعدا الانسان فين يمشي ويدور ويتنفس، ومع الطبيعه غزاله ومع هذيك الورود. انا كنحمق على شي حاجه فيها الورد، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. عقل ديالي هو الورد، ما نكرهش ندخل فوسط منه وبقى جالسه صافا نجلس حتى النهار كامل ما نعياش. سبحان الله الطبيعه، ما اجمل الطبيعه، الانسان يجلس في الطبيعه. والله الحمد لله المغرب ديالنا زين، الطبيعه زين، كيقول لك الخضره والوجه الحسن. المهم كما قلت لكم الخضره زوينه، الطبيعه غزاله ما شاء الله. عرفتي شوفي غير هذا الشجر اللي كاين، غير هو كيعطي اكسجين، كي الهواء والجو الجو كيتنقى. شوفي الانسان الجو في كازا والجو على برا من كازا كي كيولي كي يعني كاين واحد الفرق كبير بزاف. وان شاء الله تبقاو معايا حتى لاخر رحله اخر الفيديو باذن الله. هذه راها رحله نيت قلت ما علاش ما ندير ما نبين لكمش هاد المناظر الزوينه زوينه بزاف. كان بعض المرات كنشوفها في التلفازه، الانسان كاين غيكون في العون كاين ديما يقدرش يخرج على حساب ما عندوش ترونسبور، كيكون انسان مريض ما يقدرش يخرج باش يشوف هاد المناظر هادي. انا كنقل لكم انا عبر المباشر ديال اليوتيوب ان شاء الله، يعني كنكون في المستوى ونكون دايره لكم هادشي زويون. ونقول لكم هاد المناظر الخلابه قلت لكم غزاله غزاله ما شاء الله. وتلاقاو في الغداء ان شاء الله نتغداو جميع. اجي مرحبا بكم ان شاء الله، يا ربي يعجبكم الفيديو. وما تنساونيش في الدعم والاشتراك ضروري ضروري ضروري. البصمه 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 كما كنقول لكم دائما. دابا نخليكم في الفيديو تتفرجوا تمتعوا راسكم، شوفوا المناظر، هذا المنظر هذا ديال جهه التران، ولكن حتى التران ما شفتها دازت، الدنيا خاويه ما عندهم ما عندهم خدمه واقيله. المهم غنبقاو بحال الفيديو بحال هكذا ان شاء الله حتى نوصلوا للغدا ان شاء الله باذن الله. احنا وصلنا للغدا، مرحبا بكم. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الطبق، هذا غزال دارته مرت خويا غزال تعطيها الصحه، حتى هي راه عندها قناه. كنتمنى ان شاء الله تدعموها. طبخ لبنى، هي طبخ وحلويات لبنى. ها كنتمنى ان شاء الله حتى نتوما تدعموها ودعموني حتى انا راكم عارفين القناه ديالي مونت صالحه. الطبق درته باللحم والبرقوق، تبارك الله جا غزال، واللوز جات اللوز والبيض المسلوق، وتغدينا الحمد لله دوزنا نهار مع المناظره. ايوا تبارك الله الحمد لله. وعاد جا وقيته ديال السفه دارتها واعره، عرفتي انا ما كناكلهاش بزاف ولكن دخلت فيها طول وعرض ما شاء الله عليها، جات غزاله السفه، جات فنه فنه فنه. كنتمنى ان شاء الله كنتو حدانا ما شاء الله، وتسمح لنا كل محمه واللي عجبها بغات شي حاجه هي تقولها مرحبا بها على الراس والعين. وهادشي اللي كاين الحمد لله. وجبت لنا كادو، كادو صغير في الحجم ولكن كبير في المعنى ديالو والمحتوى ديالو.
الحمد لله مصحف ديال القران ما شاء الله. انا كان انا اول انا ديما بغيت نهدي شي حاجه كنهدي ديما القران، لان ما كاين ما احسن من الهدي من الكادو هو القران. ان شاء الله عجبه وفرحوا به، وقال كي قالوا لي سيرتو البنات قالوا عمتي زوين، مرت خويا تاهي قالت لي شكرا زوين عجبني الكادو زوين، مصحف ديال القران واو ولا اروع الحمد لله، قريب للقلب سبحان الله، سو قريب تشوف القران سبحان الله قلبك كيتفتح ما شاء الله الحمد لله. كنحمد الله على نعمه الاسلام، اللهم لك الحمد، كترطب القلب. ها هو مصحف المصحف الحمد لله، والتسبيح الانسان اللي بغى يسبح موجود الحمد لله، كاين التسبيح كاين المصحف. ايوا كنتمنى ان شاء الله يعجب كادو عجبان، بالعكس فرحوا خويا ولا مرتو ولا وليداتو قالوا لي امتي غزال كادو فن غزال، لكن ما احسن من القران الكريم. والتسبيح حتى هو حتى هو زويون، يعني حتى الشده ديالو زويونه. ايوا الحمد لله، انا اي واحد كنمشي عنده ديما كان الكادو ديالي هو القران، لان ما كنلقاش ما احسن من القران. الناس كلشي المواعن عندهم كلشي مطلين بهذه المواعن، كتقول علاش ما نهديش احسن حاجه في القلب وهو القران. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو. وفي العشيه سالينا في العشيه خرجنا درنا دويره في سميتو في برشيد، انا غنبين لكم الفيديو ديالو درناه بالليل، ما عرفتش واش يكون باين مزيان ولا لا. انا باقي بنات خويا شادين المصحف كيقلبوا عجب حتى البريو ديالو جا زوين. خليهم يشوفوا هذا الشيء على خاطرهم يحيدوا ويتبعوا عجب النقش ديال هذا الصندوق ديال هذا ديال المصحف، عجبهم زوين، عجبهم النقش ديالو زوين والحمد لله فرحوا عجبهم الحال. انا ماشي ضروري تنجيب من كادو، راه كيعجب ديما كيفرحوا كيسمعوني غادي نطلع لعندهم صافي. كنقول لك عمتي صافي من ديبار كيقول لي ما تهبطيش. ايوا الحمد لله الحمد لله ما شاء الله عليهم، الله يحفظهم ويطول لي عمرهم حبيباتي كلهم. وحنا دابا كنديروا جوله في برشيد في الليل، غنضربوا دويره ونرجعوا بحالنا للدار صافي. وبتنا غدا ان شاء الله نشدوا الطريق ان شاء الله لكازا عاود الحمد لله. ايوا ان شاء الله غتبقاو الفيديو الى الاخر، وان شاء الله يا ربي داري ممكن ما قلت لكم ادعموني وديروا الاشتراك، ما تنساوش الاشتراك والاحلى بصمه هي الاولى ما تنساوهاش. وان شاء الله يا ربي ما نكونش طولت عليكم هذا الفيديو هذا، يا ربي نكون خفيفه على قلوبكم وما نكونش ثقيله. وتحياتي لكم وتصبحون على خير، والى فيديو اخر ان شاء الله. يلا مع السلامه، خليتكم على خير، باي باي.